علي معلول كل اربع رجول ونزل افترى على البنك الاهلي، حط حته الجون ولا اروع ولا اجمل ولا امتع ولا احسن من ده جون. ومحمد ابو جبل حط النضاره 3D واتفرج على المباراه زيه وزينا. هبقى احكي لك على اللي حصل في المباراه يا ابو جبل، ما تشغلش بالك. وعبد القادر اللي نسي الحنكشه وركز على تخليص الكوره بيحط هدف بلياردو. ومحمد شريف المخيف بقى بيخاف من اي حارس مرمى. وخناقه جمهور نادي الزمالك في مباراه الزمالك والمحله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدينا افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ووحشتوني. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، اللهم أمين. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام، رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. والأهلي بيحط العيدية في البنك الأهلي وخلاه بنك مميكن. النادي الأهلي اللي كالعادة بيسعد جماهيره، وزي ما جمهوره كان رافع للأهلي هو العيد، هو فعلا الأهلي عيد بالنسبة كل الأهلوية، لأن كل مباراة بيسعدهم وكل مباراة بالنسبة لهم يوم العيد. فمش فارقة معاهم عاديتهم النهاردة لأن خدوها كتير قوي السنة دي. النادي الأهلي بيضم البنك الأهلي لفرق الثلاثية زي ما ضم الزمالك وبيراميدز وغيرهم كتير السنة دي. البنك الأهلي بيشيلوا تلاتة مع الرافة، ومش عارف إيه حكاية التلاتة. كان ممكن الماتش يخلص 2 عادي، لكن كهربا الفولت العالي الكوره تخبط في رجله. اضغط بقى يا ابو جبل، يا ابو جبل اضغط يا ابو جبل، والله ما انا ضاغط يا ابو جبل، صد والله ما انا صادد، انا لابس النضاره 3D ومش هصد حاجه النهارده، انا احنا في العيد، سيبنا استمتع بالمباراه يا ابو جبل يا حبيب يا ابني يا حبيبي. صد لك كوره يعني لوجه النبي، صد لك كوره يا ابو جبل، والله ما انا صادد حاجه. هو كده انا جاي اتفرج زيكم، محدش يطلب مني حاجة. ايوان عشان كهربا يقول له طب خد الزغروف الحلو ده وخد لك عيدية مني، يعني خد لك 20 جنيه من الجديدة اللي بتطرقع دي ابو جبل، عشان ابو جبل يشيل التلاتة ويبقى موقف البنك الاهلي في منتهى الصعوبة. اللي هيقابل غزل المحلة الماتش الجاي وماتش مصيري، اما انه يبقى في الدوري او مع السلامة يا بنك، مع السلامة يا حبيبي، هتوحشني يا ابو البنوك. اما بالنسبه بقى لعلي معلول، الراجل ضحى يعني ودبح له العجل المحترم وقال لك طمع في الاربع رجول، وقعد كال يا اخويا الاربع رجول نسفهم وطلع في المباراه صهدان وساخن. انا مولع، انا نار، انا طاقه. والراجل دخل من هنا وفي الدقيقه 17 قال لهم احنا الاهلي ما بنجيبش جوان من كره ثابته بقالنا كتير، ده من ايام ثوره عرابي ما حطناش هدف من كره ثابته. سيبني بقى يا عم ارجع لذكريات الصفاقس التونسي واحط لي هدف كده من الزمن الجميل. وفعلا علي معلول بيركنها لابو جبل في التسعينه. اللي وقف يتفرج، الله هي جون، الله انت جبت جون، لا 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 ممكن نعيدها تاني عشان المخرج يعيدها له. ابو جبل يبص، الله ده دخلت تاني، ولد علي معلول عيب تعمل فيا كده في العيد. يلا بقى يا ابو جبل اشرب، اصلا كنت عايز 30 مليون يا ابو جبل، ياك 30 مليون ما يلهفوك يا ولا، يا ولا 30 مليون يا ولا، يا ولا ده انت داخل فيك اجوان السنه دي اكتر من اللي دخلت في فرق الدوري المصري كلها يا ولا، يا ولا عيب يا ابو جبل، يا ابو جبل العب النضاره 3 دي يمكن ربنا يكرمك وتشوف يا ولا، يا ولا يا ولا وانت في الملاهي ده انت في المباراه يا ولا، يا ولا يا ابو جبل عيب، عيب يا ابو جبل، فضحتنا فضحتنا. اهو الاهلي كسب البنك بتاعه بسببك، بسببك يا ابو جبل، بتتفرج زيك زي ده، انت خليت احمد ياسر ريان يا راجل عمال يشد في شعره ويقول انا ايه اللي خلاني اجي النادي ده؟ ما انا كنت في الاهلي، انا كنت في الاهلي الفريق اللي بيكسب، ايه اللي يخليني اجي النادي ده؟ يلا الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي بيصعد للمركز الاول مره ثانيه بعد ما كان بيراميدز كسب في اللقاء امس على سموحه 5-2 وكان قال لك انا اول الدوري، اهو الاهلي جه خد الدوري. يلا مبروك عليكم، يلا يا اهلاوي افرحهم افرحهم، السنه دي سنه الفرح، والله ما بيأثر فيكم حاجه،
بحسد ايه؟ والله ما بيأثر، ده انتوا حاطين الخرزة الزرقاء قد كده اهو على صدركم ما بيأثرش فيكم حاجة. نهائي نهائي نهائي، انتوا بتكسبوا وجمهوركم عمال يفرح، واحنا جمهورنا الحمد لله في مباراة الزمالك والمحلة والمحلة ما علينا، الزمالك والمحلة اللي قدم مباراة ولا أروع ولا أجمل، سيمفونية، مدرسة الفن والهندسة رجعت يا ولي، الدنيا كانت بيس والدنيا حلوة والزمالك كسبان وشيكابالا بيرجع أسد أسد كده، ولد غزال كده في أرضية الملعب، ومصطفى شلبي يعني بيرجع ونقول أهو هيبقى صفقة حلوة بقى آخر تلات أربع ماتشات، والمسلوسي بيتألق، ده عدته ده عادة المسلوس انه بيلعب في اخر اربع خمس ماتشات، والزمالك زي الفل والدنيا بيس، عشان نفاجأ ان جمهور الزمالك بيقطع بعض، نازل طحن وضرب في بعض، عمالين نازلين يابا بنيات وشتيمة وحاجة يعني فضايح فضايح. كل ده ليه؟ بعض من جمهور الزمالك شايفين ان ادارة نادي الزمالك اخفقت السنة دي، ان معالم مستشار مش هو معالم مستشار، هو يعني بس مرهق حبتين، مرهق من المحاكم والسجن والمشاكل والقواضي، ازاي تقول انه معالم مستشار مش هو معالم مستشار؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ اقنعني بقى ازاي؟ ازاي تقنعني ان معالم مستشار هو الغلطان في انه ما جددش لسفر وجعفر، وهو الغلطان انه ما جددش ليوسف اسامه نبيه، وهو الغلطان انه ماشي امام عاشور، ازاي؟ اقنعني بقى ازاي؟ ومسكوا في خناق بعض، قال له ازاي؟ يا ابني هو انت ما بتشوفش؟ لا انا بشوف، لا خد البنيه دي، لا خد انت البنيه دي، ونزلوا طحنوا في بعض. جمهور الزمالك اللي كان بيتميز انه ايد واحده اتقسم لنصين، نص مؤيد للمستشار مرتضى منصور، والنص الثاني بيعتب على المستشار مرتضى منصور، لكن النص المؤيد للمستشار مرتضى منصور شايف ان مش من حق النص الثاني انه يعتب على المستشار مرتضى منصور، وشايف في ان هما كده قابضين او كده متزملكين او يمكن حتى اهلاويه ومتنكرين، عشان كده بدا الطحن والشتيمه والضرب، وفي نفس الوقت ولا اداره الزمالك شغله بالها بالمواضيع دي كلها، ياكش تطحنوا بعض عادي، ايه الجديد؟ ما احنا في فضايح وفي مشاكل بقالنا كتير، ورسالتنا كده بنقولها لمعالم مستشار، يا ريت تهدي الدنيا شويه، يا ريت التصريحات الناريه تخف منها شويه، جمهور الزمالك عاشق للكيان، بيعشق الكيان فقط، ما بينتميش لحد غير لنادي الزمالك، ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم، ومستني ابو الصحاب. مستني يا ابو الصحاب عشان تدعم اخوك باللايك، ومستني ايه عشان تشترك في قناة اخوك، يلا باللايك الجميل، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.